طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرتين السابقة راجعنا يعني على السريع all topics in CN211، واليوم بإذن الله نبدأ أول يونت في المادة. السلايدز محضرة من الدكتور مجاهد، فلذلك تمام. طيب، في البداية first couple of slides موجود already في السيلبس، ف we won't go through it. تمام، ال information وال course objective. طيب، بالنسبة ل motivation أو الغرض من دراسة الكلاس أو هدف المادة، إنه في البداية before 1990s hardware engineer used to draw schematics of digital logic for creating digital circuits. زي ما سوينا في CN211 نرسم إذا كان عندنا function معينة، يعني مثلا كالآدر رسمنا مثلا بهذا الشكل، كان عندنا XOR and going to another XOR and gate, and then we had an OR gate at the end. تمام، carry out some bit AB and CN. So they had to draw the circuits this way. بعد كده نستخدم البلوك notation for full adder if you want to create multi-bit adder and so on. Things were acceptable before 1990s لأنه الدوائر ما كانت معقدة جدا. بتتكلم عن يعني مثلا عندنا الآن عندك ويندوز 32 بت and 64 bits. تمام، ف your register that hold information is 64 bits. تمام، كل بت منها عبارة عن فليب فلوب. فأعتقد كان في البروسيسور اللي هو انتل 8086، اي ثينك ات واز 8 بت بروسيسور، ولا كان ات واز 8 اور 16 اي ثينك. سو اف ات واز 16 وي ار ناو ات يعني 4x ذات نمبر. تمام، فايماجن يعني ديزايننج ا بروسيسور يعني ون اوف ذا كرنت بروسيسور يوزنج هاند دروينج، ذاتس يعني نوت فيزبل. نوت فيزبل يعني غير مجدي تقريبا. ف it's virtually not possible any longer to draw such schematics. يعني ال hardware complexity is getting higher. غير انه اساسا البروسيسور زمان كان عباره عن فقط CPU. CPU الان هو عباره عن كور. ال current processor مثلا زي ال i7 8700K او ال i9 فيها تقريبا 8 كورز. نتكلم عن 8 كورز بلس عندك اشياء اخرى اللي هي الكاش ميموري. مثلا الكاش ميموري ما كان موجود زمان. الكاش ميموري هو عباره عن ميموري انسايد ذا بروسيسور، مو نفس الميموري الرام اللي تشتريه، لا، في كاش ميموري انسايد ذا بروسيسور. فذيس اولسو هاز تو بي ديزايند within ذا سيم سي بي يو. فلذلك يعني فكروا في طريقة أنه كيف ممكن نحول السكيماتيك هذه بدل ما نرسمها إلى language that we can write زي البروغرامينج language، ولكن we describe this hardware. يعني instead of drawing an AND gate، على سبيل المثال أنا أكتب AND A B، أعتبرها كفانكشن في C أو في الجافا. A B مثلا خليها أعتبر أنها function تأخذ ايش كانوا يسموها؟ مو فاريبل، 3 arguments، 3 arguments، input 1، input 2، and an output مثلا. يعني عرفت الفانكشن بهذا الشكل. ف when I compile this code لما اكتبها كتابة and A, B, and Y it will generate
an AND gate for me with A, B, and Y. فاللغة المستخدمة ذكرناها الظاهر في الـ Objectives حتكون اسمها Hardware Description Language، حنمر عليها الآن. ولكن هذا المثال تبع الـ i7 Processor. الـ i7 Processor the core of i7 contains roughly 1 billion transistors. Transistors هو الـ Electronic Circuit أو الـ Electronic Component that we use to design a gate. هذه الـ Logic Gates اللي احنا درسناها كلها اللي هي الـ AND والـ OR الـ XOR الانفيرتر كلها عبارة عن أو تبنى عن طريق الترانزستورز. هذه فقط symbols that we use for logic. فأعتبر يعني as an assumption جميع الجيتس الموجودة في الديزاين حقتك هي عبارة عن two input NAND gate. أعتبر يعني على سبيل المثال ال two input NAND gate يحتاج four transistors. تمام؟ اعتبر انه جميع الـ gates inside the core i7 is compound of NAND gate and each NAND gate is four transistors. This is roughly 250 million gates. There is no way that you can draw 250 million gates by hand. It's very inefficient. طبعا ليش ذكرنا NAND gate؟ اذا تتذكروا في CN211 درسنا كيف تحول اي سيركت عندك الى either all NAND or all NOR. لأنه عن طريق الناند والنور you can build any logic function. فمثلا طبعا عندنا احنا AND OR inverter NAND NOR AND XOR XNOR صحيح؟ هذه جميع الجيتس الموجودة عندنا. Using NAND gate only الآن هذه الناند غطينا الناند. إذا تبغى AND gate out of an AND gate you need to connect this NAND gate to an inverter صحيح؟ ولكن إذا ما عندنا inverter we can also use an AND gate instead of this inverter. If you connect this NAND gate to another NAND gate connecting both output to the same input and this gate acts like an inverter. هذه AND gate. هنا الناند. This is the AND. طيب إذا احتاج NOR gate النور جيت بهذا الشكل صحيح؟ النور جيت is the same as an AND gate with two inverted input. This is equal to this عن طريق دي مورغان. How do I implement this using NAND gate? بسيطة. I need to add an AND gate here. And both input will also have an AND gate. هذه الآن NOR. NAND والNOR والInverter same for the AND and other gates. في النهاية كل gate you can make it into all NAND أو any circuit you can make it into all NAND or all NOR. فthis assumption يعني is acceptable. طبعا مو كلها حتكون two input ولكن you can make it all of NAND gates. فالفكرة في الموضوع كله إنه roughly this is 250 million gates that you cannot draw by hand. طبعا الصورة اللي عندكم هنا is this the i7 ماني متأكد إذا هذا الـ i7 ولا ولكن اللي أعرفه الـ i7 الجديد عبارة عن 8 cores. I can see here only 4 cores. ولكن this is a layout of a processor. Layout of a processor. This is how it looks from the inside. You have 4 cores. 1, 2, 3, 4 cores. You have a graphical processor here. This is the level 3 cache memory. طبعا level 2 and level 1 are inside the core. يعني من الشكل احتمال يكون
this should be one of them, maybe. هذا غالبا level 2 because level 2 is higher capacity than level 1. This is level 1 cache memory. Anyway, you'll have part of your processor for system controller, you have part for memory controller and so on. طبعا تفرق البروسيسور عن بعض ولكن يعني roughly this is it. بعض البروسيسورز الانتل اعتقد كلها فيها جرافيكس, الرايزن مو كلها فيها جرافيكس, ف sometimes this part is not part of your processor. Anyway, so there is a need to make a textual or a programming method for making circuits. طيب, language المستخدمة ل designing these hardware circuits is called Hardware Description Language, اختصارها HDL. What we do in HDL, زي ما كتبنا الفانكشن اللي قبل اللي كانت AND, كتبتها نفس طريقة الجافا ولكن هي تكتب يعني في الان اكشوال في اللانجوج اللي حنستخدمها تكتب بطريقة أخرى, ولكن الفكرة إنه that we can model logic gates using text. For we can specify logic functions using this programming language. لذلك الهاردوير ديزاينر, we don't need to draw circuits anymore. All we need to do is specify the functionality of your circuit. How do you define functionality? Using either Boolean equations or a finite state machine اللي هي للsequential circuit. If you recall designing any logic circuit, حيكون عندك problem statement. مثلا انت بتبني, خلينا نقول traffic light controller, تمام, اللي حتسوي first you'll start with a truth table for your circuit. عندك two inputs مثلا XY, two outputs A and B. بعد كده هتقول if I get 0 0, I want this to be 1, I want this to be 0. بعد كده you move it to a K-map, and from the K-map you will get the simplified Boolean function. صحيح. بعد كده you take this Boolean function and you can feed it into or write it in HDL. هذا مثال على كود بسيط ال HDL. You have three inputs A, B, C and you have one output Y. Here is where you assign the Boolean function. على سبيل المثال, طبعا حنتعلم كل هذه الإشارات ولكن على السريع, exclamation mark حتكون عبارة عن nut, يعني هذه same as A bar. Double AND is just an AND. Not B and not C. So A bar, B bar, C bar. هذه عبارة عن OR. So this is OR. A, B bar, C bar. A, B bar, C bar. OR. A, B bar C. Usually you will first arrive to this after you finish your truth table, you make the K-map, you simplify the circuit, you get your Boolean function. بعد كده هذه تكتبها كتابة. طيب, في الجافا مثلا كنت تكتب الكود وبعد كده you run a compiler. If you run the compiler, you get an executable file that you can run. هنا نفس الشيء, ولكن الفرق إنه بعد ما نكتب ال HDL code, it goes into a CAD tool. CAD يعني computer aided design tool. هذه ال CAD tool حتحول ال circuit هذه إلى logic function. يعني حترسمها رسم. حتسوي لك هي A bar, B bar, C bar, what so on. Until you get the output Y. بعد كده بتحولها to the circuit that then you can simulate.
so we can test it. Generally, there are two types of HDL language. في VHDL وفي Verilog HDL. VHDL stand for Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. طبعا هذه كانت في 1981. It was developed in 1981 by the US Department of Defense. And then it became a standard for use يعني commercially in 1987. Verilog HDL was a little bit later. In 95 it was standardized. تمام. فانيويز كلها طريقتين لكتاب لوصف الدوائر اللوجيك اللي بنستخدمه في هذا الكلاس ان شاء الله هو Verilog HDL. طيب there are three main steps for designing hardware with HDL. اول شيء اللي هو الهاردوير ديزاين with HDL, طبعا هذا بعد after you specify your problem, after you do your truth table, after you get your function. So we will describe this function using the HDL in writing, just like a programming language in code. الفرق بين الكودينج using HDL and using any other higher level programming language انه في ال HDL you need to think about circuits. يعني انت مثلا لما تبرمج في الجافا مثلا تكتب مثلا integer x string y. درستوا جافا؟ اي درسنا. تمام اوكي. طيب ف integer x string y يعني هذه الاشياء ما بتفكر فيها انه how it looks in hardware, كلها بتشوفها from software point of view. في ال HDL لا, هو عباره عن وصف للسيركت تبعك, هي نفس السيركت. ف you need to think in hardware while you write, ومو بس عباره عن كود, هو عباره عن وصف للسيركت. فلازم تكون السيركت امامك اساس تقدر تكتب الكود بشكل صحيح. You think about the connections, you think about the wire, the inputs, the outputs. طيب after you write the code you'll start the simulation process. Simulation, انتهيت من الكود, ما عندك اي errors, everything is running perfectly. بعد كده you'll start testing your circuit in simulation. You apply inputs and then you check the output for correctness. مثلا سويت AND gate فقط, نقول كتبت كود for AND gate, عندك two inputs and you have one output. طيب تبدأ تقول أبغى A equal to 0, B equal to 0, and then the simulator should show you the value of y, which يعني should be zero in this case. You tested a equal 1, b equal 0. على سبيل المثال طلع لنا y equal 1. في هذه الحالة there's an error, not in writing the code أو syntax error على قولهم. لا, في functional error. Functional error معناته ما وصفت الجيت هذا بشكل صحيح. طبعا in simple gates هذه الشغلة ما تصير, بس يعني لما يكون عندك a bigger circuit you will usually face some of these errors. على سبيل المثال زي البرنامج اللي استخدمناه في 211 لوجي سيم ما تقدر تسوي error في ال function of the AND gate أو the XOR gate. It's all given into the program. ولكن متى يجيك error؟ إذا بنيت a big circuit sometimes it doesn't work like you want. كان عندنا project الترم اللي فات designing I think we had two parts, I think an add subtract circuit. كان في أعتقد counter design. So you cannot make error in placing يعني in placing the gates, ولكن في النهاية when you connect everything together sometimes it doesn't work like you want. نفس الشيء في ال HDL, if you pass from this step that means your code is written properly, ولكن as a function it didn't work properly. فبالتالي you have to go back to the step and rewrite your code. طيب إلى هنا هذا كله عبارة عن software. This step
called synthesis. Synthesis يعني تركيب او بناء. Synthesis هيحول لك الكود اللي كتبته in HDL الى actual netlist. معنى كلمة netlist انها قائمة بجميع الجيتس اللي عندك وقائمة بجميع الوايرز والكونكشنز. النتلست هو عبارة عن text file فقط في list of all the gates and all the wires connecting them. طبعا حنشوف هذه الستيبس كلها in details throughout the course. طيب for modern digital system design يعني as a flow chart, first you're gonna start by requirement. خلينا نقول requirement build 64 bit processor على سبيل المثال. بعد كده next step is design specification. يعني to build 64 bit processor I need a core, I need cache memory, and I need IO control. IO يعني input output control. طيب you move from design specification to design formulation. Formulation هتيجي تقول الكور يحتاج خلينا نقول 1 مليون gates. طبعا in details الكاش يحتاج كذا كذا، الايو يحتاج كذا كذا. بعد كده you start feeding this to design entry which you write the code in HDL. You start describing these circuits that you formulated in this step. After you're done with the HDL you go into simulation كما قلنا اللي هو testing your logic, making sure that everything is working as you expected. After we test the logic you will go into logic synthesis. طبعا هذا step يعني done by الكومبايلر خلينا نقول logic synthesis. بعد كده في شيء اسمه post synthesis simulation. After you synthesize you have to test, you have to simulate again. السبب انه في السيميليشن هنا usually it doesn't take into account timing. تتذكروا ال propagation delay؟ propagation delay قلنا انه عندك gate مثلا هذا ياخذ 5 نانو سكند, this takes 10 نانو سكند, and this takes 50 نانو سكند على سبيل المثال. في ال in this type of simulation we don't يعني usually you don't add timing parameters in simulation, ولكن after you synthesize خلاص حيسوي لك هي حيبني لك هي ان جيت and it will start connecting to each other. فقد يكون انه مثلا على سبيل المثال انت عندك input هنا and this is an output. خلينا نقول عندك لازم غالبا يكون عندك clock signal. تمام المفترض انه your logic هذا او signal passes from input to output in one clock cycle. جيت بعد البوست synthesis لقيت انه حسبت خلينا نقول clock cycle هذه عباره عن 40 نانو سكند. تيجي هنا لقيت انه هذا السيجنال will take if مثلا C changes which will change Y, this signal will take 10 نانو سكند plus 50 نانو سكند will take 60 نانو سكند. فبدل ما تخلص within this time frame تمام you will finish in here which is another clock cycle. فthis is an error usually is not caught by the simulator, by your simulation here. فبالتالي if after post synthesis simulation you have an error you should go back to your design formulation and start again. طبعا جميع الستيبس هذه حيكون فيها زي ما نقول iterative process, انك you finish simulation عندك error ترجع للديزاين formulation, logic synthesis طلع عندك في error you go back to formulation, same for post synthesis. If your post synthesis simulation is correct ديك الساعة you'll go to one step called mapping and placement, mapping placement and routing. Mapping placement and routing هذه will not only build your logic circuit, لا
it will know where to place these components in your processor. زي الصورة هذه اللي شفناها. تمام؟ إنه مثلاً if this is a cache, أنا ماني متأكد ولكن usually لما يكون عندك array بهذا الشكل يكون عبارة عن memory. ف where to place each component and how to route the wires between them. تمام؟ After mapping, placement and routing, عندك two choices. الآن أنت بنيت السيركت تبعك كامل وما عندك أي مشاكل في السيميليشن، ولكن إلى الآن your circuit is still encode في الأخير. يعني هنا في النهاية بتطلع بنت ليست. Still, it's something written, it's not real. ما هو موجود على الواقع. ف how to make this into reality عندك طريقتين، يا إما you fabricate your own chip، معناته تصنع chip خاصة في اللوجيك تبعك. يعني إذا بدأنا بمثال CPU، هنا معناته أنت خلاص تبي تبني CPU. ASIC معناته application specific integrated circuit. تمام؟ فهذه it's like you are fabricating your own chip. أو الطريقة الثانية اللي حنستخدمها في هذا الكورس، طبعا creating a chip is يعني very expensive and takes a lot of time, so it's not feasible for يعني to be tested in a course. في طريقة ثانية حنستخدم chip اسمها FPGA. FPGA معناتها Field Programmable Gate Array. حنتكلم عن details of FPGA later, ولكن this FPGA ميزتها انك you can download the code into the FPGA and then this chip will work as you specified. فمثلا نرجع لل خلينا نقول ادر، بنيت ادر تمام، one full ادر، تقدر تحدد انه ابغى الانبوت x1 and pin x2 to be inputs and then input x او pin x3 pin x4 هذه الاوتبوتس. After your code is downloaded into the FPGA you can actually test it in real life. خلاص هنا تحط اللي هو ال LEDs in the output and here you connect اللي هي switches هذه تكون A هذه تكون B this will become S مثلا هذا LED will be S and this LED will be C out. Usually FPGA come in a kit كامل يكون فيه يعني indicator for output and switches for the input. You don't have to bring your own LEDs and own switches. I think this is what you're going to use in the lab. أنا ما شفت الماتيريال كامل تبع اللاب، بس this is what we did when we took the course. كان عندنا FPGA kits استخدمناها ل testing our HDL code. طيب طيب في أي سؤال إلى هذا السلايد؟ Okay, this is explanation of some of the steps that we already talked about. طيب بالنسبة للcomputer aided design tools for simulation، في بعض التولز يعني جدا معروفة commercially used كمان يعني تستخدم إلى الآن اللي هي Cadence أول شيء، هذا يعني ما هو متوفر في الجامعة. Synopsys عندهم بعض التولز للسيميليشن اعتقد متوفر فري ماني متاكد، ولكن اللي اكيد فري اللي هو منتور جرافيكس. If you follow this link you can download your FPGA simulation tool. I'm not sure if this is the version that we're going to use for this course. I'm still checking with the coordinator، ولكن it will be something يعني like that. A free software that we can program, write HDL code, simulate, and then use on FPGAs.
طيب طبعا هذه التولز للسيميليشن تو سيميليت يور سيركت كلها هذه ان يعني ان يور كمبيوتر ما لها علاقه بالسينثيسيس قلنا اللي هو حنحول الكود هذا الى something that you can download on your FPGA. I think this tool it's a tool created from Intel. Probably this tool is free. أنا كنت استخدم tool اسمها Xilinx. Xilinx كانت أحد التولز اللي تكتب الكود and you can simulate and also you can download directly to FPGA. كانت tool واحدة. Anyways يعني هذه معلومات عامة. طيب if you look at this diagram عندك أكثر من طريقة to build your circuit in real life. تمام؟ طبعا تفرق في degree of customization how much you can customize and تفرق في ال cost والtime والperformance. أول شيء اللي استخدمناها في CN211 اللي هي off the shelf gates, flip flops and standard logic elements اللي هي ال TTL gates هذه اللي استخدمتوها في lab 211 كان عندك chip and gates عندك chip for OR عندك inverters flip flops multiplexer decoders كلها متوفرة each one has its own chip طبعا هذه ك complexities يعني less complex ولكن وال cost of design also is it's very cheap ولكن مشكلتها if you want to build a big system using these tools عندك هنا كنت مثلا تسوي الوايرنج على التستنج بورد يعني اذا كان عندك 4 chips it's annoying enough what if you have يعني 16 bit processor لك ان تتخيل يعني كميه الوايرز اللي حتكون موجوده والبوسيبل ايرورز will be very high فthis is not يعني a feasible solution to build big circuits بعد كده هذه كلها هذه الثلاثة تسمى PLDs. PLDs يعني Programmable Logic Devices. Programmable Logic Devices it's a device that يعني هو مو تسوي download للسيركت بس نقدر نستخدم المصطلح هذا انه نفس الشيء حيكون عندك Logic Circuit معين وتقدر تستخدمها على هذه الشيب يعني مثلا PLA كلها حندرسها هذه بالتفصيل PAL والPLA CPLD والFPGA كلها عبارة عن programmable devices programmable devices يعني you get the chip and then you can build your own circuit inside this chip طيب الماسك programmable gate arrays والcustom application specific integrated circuit هذه لا هذه عبارة عن انك After you finish your circuit, you need to transfer this circuit into actual transistor implementation. يعني حتستخدم transistors, حتستخدم resistors, حتستخدم capacitors. هذا step بعد أو this is يعني more complicated than using these devices. بالنسبة لل Verilog HDL Verilog HDL ككود يعني it's very similar to C ولكن يعني زي ما ذكرنا انه difference between a programming language and HDL is that when you use HDL you need to think of hardware everything you write will consume resources and you have to be careful with consuming resources لانه غالبا في طبعا حتى البروجرامينج ان سي ولا ان جافا اوسو كونسيوم ريسورسز يعني ان تيرم اوف ميموري في الجافا يمكن ما تنتبهوا لهذه الاشياء كثير ولكن في السي يعني يو هاف يعني يوجوالي هاف تو الوكيت الوكيت ميموري اند ستف ففي النهايه انت يور كونسيومينج ريسورسز فان اتش دي ال يو هاف تو بي ايفن مور كيرفول بيكوز ذيس از هاردوير ان ذا اند وحيكون عندك ليميتد نمبر اوف ريسورسز ذات يو كان يوز ف you have to be careful. طيب
طيب بعض السنتكس رولز ان فيرلوج. فيرلوج از كيس سنسيتيف. كيس سنسيتيف يعني اذا كان عندك سيجنال اسمه ريسيت اند ريسيت وذ كابيتال ار، ذيس از نوت ذا سيم سيجنال. يو كان نيم ا سيجنال ريسيت وذ لوور كيس ار، اند يو كان نيم انذر سيجنال ريسيت وذ كابيتال لتر ار. طيب فيرلوج does not allow you to start a signal or a module name. Module name يشبه الكلاس في الجافا. في الجافا كنت تبدا كلاس كذا، مثلا كلاس اكس، تمام؟ ما اتذكر في الجافا في end class ولا بس ال ولا بس القوس. Probably it's just مش فاكر. Anyways, the class in Java is the same as a module in Verilog. So you cannot start a signal name or a class, يعني variable. ما تقدر تستخدم variable تبدأ فيه برقم أو تبدأ فيه بدولار ساين. You can start either with a letter or with underscore. يعني إذا كان عندك input, you can say input underscore A أو input A, ولكن you cannot use input 2A مثلا أو input dollar sign A. طيب Verilog ignores white space، يعني سواء كتبت A equal B plus C with spaces أو without spaces it doesn't matter. طبعا I think there is the semicolon at the end، فسواء كتبتها مثلا كتبت هذا السطر بعدين كتبت F equal to A or B على سبيل المثال، سواء كتبتها بهذا الشكل أو كتبتها A equal B or C F equal A or B that's still the same. فأني white space is ignored in Verilog. بالنسبة if you want to insert comments in your code, of course these comments you know that it doesn't get compiled. ما تدخل في ال ما له علاقة بالسيميليشن. فا single line comment is I think this is the same as C أو جافا. Double slash أو slash star and then star slash for multi line comment. طيب we'll talk about فين ال operators. We'll talk about some operators in Verilog for the use in combinational logic design. طبعا لما نتكلم عن sequential بيكون موضوع ثاني. بالنسبة لل combinational اللي هي عبارة عن ال basic operators that we have and or XOR and NOT. طيب فال combinational logic المستخدم you can use مثلا هذه على سبيل المثال is an AND gate. AND gate is double AND. So if you say assign C equal to A double AND B, this will be an AND gate with A as one input, B as the other input, and C is the output. فأساين اعتبرها كأنك تقول connect C to the output of A and B. You can use if you want to add signal delay. Signal delay يعني كأنك تضيف مثلا 10 نانو سكند to this gate. إنه if A changes that will cause a change in C. ما تتغير سي على طول، لا بتتغير بعد 10 نانو سكند. فالسنتكس will be assign بعد كده pound how much delay you want، بعد كده تكمل نفس ال assignment اللي فوق. يعني على سبيل المثال assign 5 ticks يعني 5 unit 5 time units E will be C or D.
فعندك C D as input going to an OR gate and your output is E. 5 time units يعني خليها زي ما كنا نكتبها في C into 11 داخل الجيت. So this will take 5 time units to change the value. If one of the values of the input will change the value of the output, this will take 5 time units. التايم يونت ذات نفسه يختلف، قد يكون 1 نانو سكند، قد يكون 1 مايكرو سكند، قد يكون هاف نانو سكند، اللي يكون هذه حسب السيستم اللي حتستخدمه، لانه في النهايه اتس هاردوير، فيعتمد على الهاردوير تبعك. It will depend on the type of hardware you use in the end. أو مثلا what type of FPGA. تمام؟ فهذه الأساين ستيتمنت، أسايد ستيتمنت تبني جيت معين أو فانكشن معين كامل. You describe it using these inputs. طيب بالنسبة لي الموديول اللي شبهناه بالكلاس في الجافا، كلمة موديول حتسوي لك بلوك بهذا الشكل، تمام؟ فمثلا عندنا في هذا الاكزامبل عندك موديول اكزامبل and then you describe this module. You have three inputs A, B and C and you have one output Y. فتكتب بهذه الطريقة موديول اكزامبل، هذا اسم الموديول. This can be any name of your choice. And then between parentheses you define عندي this module will take three inputs and will produce one output. تمام؟ طيب داخل الموديول، طبعا between module and end module، هنا you describe what's happening inside your module. فعلى سبيل المثال قلنا you have three inputs and one output، ف you have to assign something to the output using the inputs you have. فهذه اعتقد تشبه يمكن نفس الفانكشن اللي شفناها قبل. ف this is A bar and B bar and C bar. بعد كده OR A and B bar and C bar OR A and B bar and C. تمام؟ فصار عندك الموديول عبارة عن ثواني خلينا نسوي بهذا الشكل. And this is a module called example. عندك A B C. You define these as inputs. You have one output Y. Inside you have all three signals available with its inverted input. بعد كده you start connecting. عندنا أول شيء كان أعتقد three input AND gate هذا الشكل. بعدين let's take any combination، مو شرط تكون نفسها. AND gate، وبعد كده عندنا another AND gate. These are all connected to an OR and this is connected to the output. This is what you did in the previous example. فالموديول من الداخل حيكون بهذا الشكل، بهذا الشكل. طيب بالنسبة لل some statements that you're going to use frequently، أول شيء exclamation mark علامة التعجب هذه will mean
لوجيكال نت. طبعا في عندنا شيء اسمه في شيء لوجيكال وفي شيء بت وايز. We'll see the difference later. Double AND, double AND sign is a logical AND. One AND sign will be bitwise AND. خليني أقول لكم الفرق يعني ببساطة. إذا كان عندك مثلاً 4 bit, تمام. If you AND this 4 bit with this, this should be بس لا لخبطكم. خلينا نقول اللوجيكال اند ويل تيك هول نمبر, البيت وايز اند ويل تيك ات بيت باي بيت. تمام, فا اي كان اند تو نمبرز, تمام, ذس ويل ريزلت ان 1 بيت, يا اما 0 يا اما 1. لكن بالنسبه للبيت وايز اند, بيت وايز اي ويل بي اندينج بيت باي بيت. The result should be 4-bit number. هذا الفرق بين logical وال bitwise. طيب, double or sign هتكون the logical or, and single or sign will be the bitwise or. عندنا العلامة اللي نستخدمها للexponent. صراحة ما أعرف شو تسمى, ولكن هذه العلامة هتكون XOR. فإذا كان عندي assign C equal to A B بهذا الشكل, this is an XOR gate with A B as the input. طبعا كل هذه حت يعني هذه ال statements حد والاوبريتورز حتوضح اكثر لما نستخدم التول فور رايتنج اند سيميليتنج اتش دي ال. طيب, في اي سؤال؟ اوكي, ويل ستوب هير فور توداي. And inshallah next class حنكمل an introduction and maybe we can start in next unit inshallah. دكتور, الكلاس الجاي والتمارين. الكلاس الجاي إيه, لو كلاس التمارين بس حناخد فيه محاضرة. تمام.